عسى الله يحفظك يا أخوي بدر. وصراحة شكرا لحفاوتكم وشكرا لكل جهودكم، شكرا لهذا التنظيم الرائع، شكرا لكل من حضر وكل من أنجح هذا البرنامج. أنا أتوقع أن إن شاء الله يعني إن دائما أنا أقول الأنقياء حليفهم النجاح، فأنتم مجموعة من أنقياء، فعساس كذا تشوف محبة الناس هذه كلها تبارك الرحمن ومشاركة معكم، وحتى الناس والضيوف اللي قاعد يوجبونكم كذا يعني محبة الله في الله، ولأنكم أنتم ناس تستاهلون. بالعكس هو بساطة وسبب نجاحه، أنا أعتقد حتى بعض مشاركات الأطفال كانت موجودة، يعني أنتم ما تركتوا ما شاء الله الكبار والصغار اللي كان لهم دور في هذا المعرض وفي النشاطات وفي أعمالهم. فأنا أتوقع أنه ما شاء الله كانت فكرته جدا مميزة وفكرته مش مطروقة قبل هالمرة يعني، فهذا هو سبب نجاحه وبساطته والفكرة انتقاء الفكرة. أعتقد ذلك صراحة أول زيارة لي في المنطقة الشرقية، صحيح يعني المنطقة الشرقية أول مرة أزورها، مع أني زرت جميع مدن المملكة لكن الشرقية ما سبق لي أن زرتها، فأول مرة وأول ظهور هذا لي أنا بينهم هنا، فتفاجأت ما شاء الله في هذا العدد الكثيف وفي هذه الابتسامات اللي لقيتها، والحمد لله هذه كانت أكبر جائزة لي حاليا. تستاهل محبة الناس بفائد من الشخصيات الجميلة. الناس كلها تتكلم عن البحة وتبغى تسمع لو شيء بسيط من عندك بفائد، على ذوقك شيء بسيط جدا. يقول عط عمرك الراحة وريح ضميرك، لا يهمك اللي في تعثرك يسعون، حقك قبل ما ياخذ شخص غيرك، كان كتب لك حق والله يبطون، ولا يختلف مشيك وتابع مسيرك، خل حاسدك يسر من اخطائك مغبون، من صار حزنك بالحنايا خشيرك، اجحد وتوكل على الله ويهون، وحدك اتحدد وش وتالي مصيرك، حاول تكون اللي تبي دايم تكون، بالك تصير انسان تشمل غيرك، لو اربعينك كمل نصف مليون. صح لسانك وفهد دائما مميز ومبدع، شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لتواجدك. الف شكر لك يا اخوي والف شكر على الحفاوة مرة ثانية. أول شيء الفخر لي أني أكون معكم، أنتوا الداعمين الحقيقيين لي وأنا داعم للجميع، ولكن دوركم أنتوا كشبكة الفارس الراقية في تعاملهم في إيصال رسالتهم ورسالة الجميع للجمهور، هذا هو الفخر الحقيقي اللي أنا أقدر أتكلم فيه. بالنسبة للتنظيم جميل جدا، مؤسسة عون ولون بيض الله وجيههم ما قصروا، والأستاذ بدر حنفوش أخوي معروف في كل مكان، وأخوي الأستاذ ظافر لا إله إلا الله، شكرا لكم. أنا ما أقدر أوصف الكلام، لكن اليوم اللي حسيت فيه في المعرض من ترحيب من الذوق من حتى الناس كلهم من الحضور شيء راقي جدا، فبيض الله وجيهكم ما قصرتوا، وشكرا يا شبكة الفارس على كل هذا الدعم، ودائما أبشروا بالخير لأجل الخير لأجل هالناس، لأن الناس هم اللي بيعطونك في النهاية الخير وذكر الطيب. طبعا بفضل الله وتوفيقه ورضا الناس وتواجد يعني المزدحم في الحضور والشخصيات اللي حضرت ايضا قويه، وايضا يعني فوق كل شيء الدعايه ومن ضمنهم شبكه الفارس الاعلاميه المميزه، فالحمد لله يعني راضين تمام بالرضا. طبعا نشكر مؤسسة عون ولون، للأمانة كان معرض يعني يضاف لهم شيء جديد، وخاصة الأركان البوثات اللي عملت بأيدي شباب سعوديين ويعني أبناء الوطن يستحقون منا كل الشكر والتقدير. فعلا
المعرض هويته كاملة، إعادة تدويره يعني، والإثبات اللي موجود، واللي زار المعرض يعني شاف بعينه وشاف شغل الشباب، الله يعطيهم الصحة والعافية. اللهم لك الحمد والشكر. طبعا البوثات كلها صارت بيادي شباب سعوديين، كنا نطمح ان احنا نغير من الشكل المعتاد للمعارض، الستاندر المعروف للمعارض، ولله الحمد قدرنا نغير شيء ذا. وبالإضافة للحضور اللهم لك الحمد، مع أنه في عندنا معارض منافسة، لكن لله الحمد كان الحضور عندنا جدا جبار، وكل فضل الشباب الموجودين والرعاة الإعلاميين. أستاذ حمد، رسالتك للشباب، لفريق مستر شنب، الشباب الصغار المبدعين ما شاء الله مجهودهم كبير جدا، رسالتك لهم؟ أقول لهم الله يوفقهم إن شاء الله، وبما أنه هذا أول ظهور لهم وهم شباب توهم صغار، إن شاء الله بإذن الله أنه يكون مستقبلهم أفضل وأفضل، ويسوون معارض أفضل من هذه بكثير بإذن الله. مؤسسة عنولان شاكرين كل الشكر، كان تعاملهم جدا راقي معنا، وكانوا في أتم الاستعداد لكل الأشياء اللي احنا كنا نطلبها منهم، وصراحة كانت مؤسسة متعاونة معنا بكل الطرق لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا في المشروع بفكرة الشباب كلهم بالتعاون، بالفكرة استقطبنا بعض الأغراض من أماكن متعددة، فكرة تشاورية مع الشباب أو الجروب اللي احنا مكونينها بعض مع بعضنا بعض. الوقت قرابة شهر وشوية يعني، الشغل متواصل من الصباح لآخر الليل، في أفكار جديدة أخذناها من ناس أقارب لنا أو أشخاص يعزون علينا، تركيبهم في القاعة نفسها أخذ لها تقريبا يومين يعني. كان الاختيار على عدة فئات عمرية حتى نصل إلى جميع الناس، من أطفال نفس ما ذكرت رام الخالدي وعيوش والشاعر الكبير فيصل عدواني. صراحة انصدمنا من كمية الناس اللي كانت تتكلم عن وجوده معنا في المعرض، وانصدمنا من عدد الزوار اللي حضروا، وانصدمنا من كمية تفاعل الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي للشاعر فيصل عدواني، وكمان للأستاذ الكبير الممثل قدير علي السبع، وجوده كان جدا إضافة جميلة للمعرض، وكان له كلمة جدا مؤثرة على المسرح، وجميع الناس تفاعلوا جدا مع الكلمة اللي ألقاها. ولا ما ننسى رجل الأعمال الأستاذ علي العتيق، كان له زيارة جميلة وكان له بصمة في هذا المعرض. وأخوي إبراهيم صالح طبعا أبو البداير ما ننسى، كان له تغطية جميلة وتفاعل جميل. فاختيار الناس نفس ما تفضلت في البداية كان على فئات العمرية حتى نستقطب كل الفئات العمرية من المجتمع. صراحة الفعاليات كانت المرة هذه في المعرض شيء جديد وفكرة جديدة كلها على أيادي شباب سعودية. كان عندنا عرض القوة وعرض التوازن، صراحة أبدعوا بالفكرة، عرض القوة كانوا جدا جدا مبهرين للمجتمع، وكمان كان عندنا أوتار الشرقية قدموا فقرة جميلة جدا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان عندهم أفكار جديدة، وكان عندنا عازفين أورج وجيتار كلهم شباب سعوديين. أعزائي مشاهدي شبكة الفارس الإعلامية، إذا كانت هذه نهاية تغطيتنا لمعرض أزاهير، أتمنى أن تكون التغطية نالت على رضاكم. شكرا مؤسسة عون ولون، شكرا لجميع القائمين عليها، شكرا لفريق العمل الذي قدم الكثير والكثير في هذا المعرض.
يعطيكم العافية جميعا، تابعونا دائما عبر شبكة الفارس الإعلامية.